بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة في جديد كده هو مش جديد هو كويس يعني جينا قبل كده وخدنا منه سبق. فهقولكوا كده العدة اللي هي اللي انت عاوزها. غابة 4 متر فيلا وش شبار يعني وش شبار بس هتبقى سنارة واحدة منه فيه النهاردة منه فيه رصاصة وادي الصنار. صنارة واحدة عشان ايه هنا في زرع فيعني ما تحش منك كل 5 دقايق انا بقصر كده اللي هي بصنارة واحدة. خليكوا كده معانا وان شاء الله ربنا يفرجها. بص شوف الشبار الخضراء عامل ازاي ما شاء الله جميلة جدا. شوية كده هوريكم الشبار بإذن الله في الآخر خالص ان شاء الله. وهبقى اسيب لكم اللينك بتاع المكان في أول تعليق ان شاء الله في الفيديو. سلام. وحش يا الصلاة على النبي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة في جديد كده هو مش جديد هو كويس يعني جينا قبل كده وخدنا منه سبق. فهقولكوا كده العدة اللي هي اللي انت عاوزها. غابة 4 متر صلى على النبي يا عم وقولوا ما شاء الله. دول بتوع النهارده دول الصباح والله العظيم اهو شبر ابيض وشبر اخضر اهو الحمد لله. كان معايا 2 محمد خليفه وعلاء التريه واحمد رمضان وسيف الحمد لله رب العالمين. يلا سيف ما خدش حاجه اكتر واحده يلا